هنروح لرأي الصحفيين والنقاد الرياضيين ونعرف رأيهم في صالح جمعة والعودة إن شاء الله اللي احنا كلنا مستنينا، ونرجع نكمل تاني في الأهلي الليلة إن شاء الله بإذن الله. صالح انت ربنا كرمك، انت موهبه ربنا يكرمك فيها، محتاجينك في الاهلي وفي النادي الاهلي محتاجك، ومحتاجينك في منتخب مصر. وانا عايز اقول لك ان انت يعني مش غايب عليك ان انت كنت خليفه عبد الله سعيد في كصانع لعب منتخب مصر والاهلي، ولكن اختفائك الارادي ويعني محدش تعبك ولا حدش زهقك، انت كنت على الحجر في الفتره اللي انت كانت فيها نجوميتك عاليه جدا، وانت اللي اخترت ان انت تبعد. مرحبا بك مره ثانيه في النادي الاهلي، والكره المصريه والملاعب المصريه والمنتخب مصر مستنيك. محتاج ان انت تعمل على نفسك، تشتغل على نفسك كتير قوي قوي. اولا يعني تبعد عن اي حد يعني يبعدك عن اهدافك في الكوره وفي الملاعب. انت اتخلقت ان انت تدي موهبتك في الملاعب، وقد ايه الملاعب المصريه بتبرز الناس اللي بيخلصوا لها. اتمنى لك التوفيق، وانا شخصيا متفائل ان انت هتكون عند حسن الظن بيك. وخد العبره كابتن من اكثر من كباتن كثيره جدا في مصر يعني تالقوا بعثرات يعني في طريقهم شويه، او حصلت غمامه في تحديدهم بيسقوا نفسيهم، قدروا يوصلوا اللي هم عايزينه واصبحوا يعني من نجوم عظام جدا في تاريخ الكره المصريه، وبدون ذكر اسماء يعني. فيعني خد العبره منهم وتعلم منهم، وتعلم زي ما قلت لك من وليد، كابتن وليد اللي هو نموذج اللعيب المخلص دلوقتي في الملاعب، اللي قد ايه جماهير الاهلي بتحبه وبتقدره، وان شاء الله نشوفك في اجمل صوره قريب جدا، لان انا متوقع ان يعني ان صالح جمعه هياخد مكانه بسرعه جدا في صف، ولكن بعد يعني ما يبذل جهد في التدريبات مع المدير الفني وزملائه في الملاعب ان شاء الله. صالح جمعه موهبه تصنع الفارق مع النادي الاهلي، هو لعيب جيد جدا، لعيب ممتاز جدا، لعيب مميز جدا، غاب لفتره بتاعه الاحتراف يعني اللي هي الاعاره للدوري السعودي، ولكن ما نجحتش بشكل جيد. بالتاكيد المرحله الجايه دي هتحتاج تعامل كبير جدا عشان تستفيد من موهبه. اعتقد ان هو اللعيب الوحيد دلوقتي في النادي الاهلي، واعتقد انه سيكون الاستفاده منه في المنتخب قريب لو عاد صالح جمعه كما كان عليه في انبي. صالح جمعه تربية منتخبات، منتخب ناشئين، شباب، المنتخب الأولمبي، كان له بصمات واضحة مع المنتخبات، بصماته مع إنبي كانت واضحة. الأهلي لم يستفد منه حتى الآن، رغم أن أنا بقول لك أنه هو كان بيصنع الفارق جديدة، ولكن بشكل دائم لم يستفد منه الآن. ده أعتقد أنه مشكلة أجهزة فنية وأجهزة إدارية في التعامل مع عقلية صالح جمعة. صالح جمعة محتاج من نوعية اللعيبة اللي بتحتاج إلى تعامل خاص جدا في سواء في الملعب أو خارج الملعب. بيحتاج طبعا صالح جمعة دفعة جماهيرية، مساندة جماهيرية. أعتقد مع قيده في يناير إن شاء الله مع النادي الأهلي، أعتقد إن هتمثل لي بداية جديدة، نقلة جديدة بعد العودة من الدوري السعودي. بقاله دلوقتي فترة بعيد، طبعا هو طبعا بيتجهز دلوقتي بقاله فترة بعيدة عن بشكل أساسي أو الكرة بشكل رسمي، لكن المرحلة الجاية دي هتحتاج جهد كبير جدا من الأجهزة الفنية اللي هتتعامل مع صالح جمعة ومن صالح جمعة نفسه، إضافة لمجموعة اللعيبة أيده إن يخلي اللي حواليه كلهم يساعدوه عشان يرجع تاني صالح جمعة اللي هو المفروض إن هو مكانه في أساسي في النادي الأهلي وأساسي في منتخب مصر. صالح جمعة من اللعيبة اللي كان جماهير النادي الأهلي بتعول عليها إنه يعمل إحداث نقلة في ظل ظروف التجديد في الفترة اللي فاتت، لكن هو بأمانة شديدة صالح جمعة يعني أنا بيبدو لا يستفيد من النصائح اللي بتوجه له، يعني لا يستمع، غير مستمع جيد للنصائح. النصائح دي من مصلحته هو، هو مش مقدر حجم يعني النعمة الكبيرة اللي هو فيه إنه بيلعب في النادي الأهلي مهما يكن، حتى ولو مر الظروف على النادي الأهلي
الكيان كبتاع من مصر كله في افريقيا انه يكون موجود ويرتدي الفانلة الحمراء. اتمنى له انه فريق الاهلي في الفتره دي بيمر بمرحله لازم يكون هو عنده طموح انه هو يقود جيل وتاريخ يتكتب بالنسبه له انه عمل حاجه بعد اعتزال الجيل الذهبي بقياده ابو تريكه، وكان اخر يعني عزول الريحه اللي فضل هي وليد سليمان من الجيل. فعنده فرصه كبيره جدا انه يعمل حاجه، عنده فرصه كبيره جدا انه يبرهن على انه فعلا اتعلم من الظروف اللي مر بيها، واكيد تجربته في الاحتراف في السعوديه كانت بالنسبه له شيء مهم جدا، عملت له شيء يعني علمنا جدا التعامل من عايزه وحبه عليه، والناس عندها امل كبير جدا انه في الظروف اللي بيمر بيها الفريق لازم يقف مع نفسه كويس جدا، ولازم يتقال له، ولازم يسمع صوت الجمهور، ولازم يشوف بعينيه قد ايه الناس وان هم شايفين في حاجه كويسه. وبقول له انت كلاعب كوره محترف فرصتك كبيره جدا، خدت الاحتراف في البرتغال ورجعت ولعبت في كذا نادي، عندك فرصه كبيره جدا لسه الناس ماسكه فيك، فاتمنى يتعلم، اتمنى ان هو يعني يكون على اتصال بالنجوم الكبار ويتكلم معاه، اتمنى مزيد من النصائح ومزيد من الدروس المتتاليه. والاهلي عنده من الحته الجزئيه دي انه يقدر يعني يحفز لعبته ويقدر يحافظ ثانيه لازم يحوطوا عليه. فاعتقد انه صالح جمعه كل الكلام اللي اتقال عليه ده وكل الدروس دي كل الناس اللي بتقوله له بتقابله بتنصحه كفايه بقى، يعني ده دليل لو الناس مش عايزاك تقول لك ان احنا مش عايزاك، ناس عايزاك وشايفه فيك حاجه كويسه. فاتمنى انك انت تكون على قدر المسؤوليه، اتمنى كل اللي عايز في الفتره دي وعندك فرصه انك انت تبقى نجم ونجم ليك تقولك في الفريق، بس الكلام ده مش هياتي كده بالكلام، لا ياتي بالعمل والجهد والتمرين والالتزام والشغل، وتشتغل على نفسك كتير جدا وتطور من ادائك وشوف الحاجات اللي ناقصه عندك. الاهلي يستحق منك اكتر من كده صالح، انت لسه لعيب صغير يعني ما خدتش خطوه في الكوره في النجوميه، كلام كبير حواليك وانت مش قادر تؤمن بقدراتك، فلازم هو يؤمن بقدراته ويقدر كويس جدا انك انت بتلعب للنادي الاهلي.